دلوقتي خلونا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، ومنها كمان ماتشات دوري أبطال أفريقيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق القمة الشبابية العربية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلان 2023 عاماً للشباب العربي، وهيشارك فيها 200 شاب وشابة من القيادات الشبابية المتميزة من مختلف الدول العربية وعدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة. النهاردة آخر يوم لمعرض أهلا مدارس الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، والخاص بتوفير جميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية. وشارك في المعرض حوالي 178 عارض من كبرى الشركات المنتجة والموردة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% وتصل لأكثر في بعض المنتجات. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين مهمين للفرق المصرية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في إياب دور الـ32. هيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي في الساعة 6 العصر، وفي 7 مساء هيلتقي الأهلي مع سان جورج الإثيوبي.